كارتيك حكي المصممة على الموبايل، القدير أعلم وينها لهلا ما أجري شوي. المصممة جاي على الطريق تعي، واسمعين منيح، أنا قلت لأهان إن الحاكي ريع بكير. بشكرك كتير ستي، بس كيف عرفتي إني بحاجة لحدا يساعدني؟ أنا ما ندهت لها لترفع لك الكراسي. لكن ليش ندهتي لها؟ لأعمل لها مفاجأة ظريفة كتير. مفاجأة؟ شو هي المفاجأة أمي؟ لهيك أنا ما حكيتها لريا بكير. ستي شو ما كانت مفاجأتك ما في داعي لإلها. أكيد هي بحاجتها وإنت كمان بحاجتها. خطيبتك رح تجي لبيتنا لأول مرة. حماتي أنا موافقة، هاد اليوم رح يكون هو يوم ريا. بعد ما سمعتك سونالي هي اللي لازم تحس بشي خاص. صح سونو؟ شوفي أنتو كمان لازم تهتموا وتركزوا معي شوي. بنتي حبيبتي رح تعيشي مع بيت حماكي ورح تتدللي كتير كمان من حماتك. كيف بتقولوها بالإنجليزي؟ تفاح العيون. بترجاك ستي، تفاح ما بيناسب حماتها بالذات أبداً. بكرة هنيك ببيت حماكي رح تكون قيمتك كبيرة. هلأ خطيبة أهان رح تجي لبيتنا، معناها ريا لازم تتدلل، صح كلامي؟ أمي قلينا أول شيء، شو هي المفاجأة؟ حركات الرقص الحلوة تبعك رح تعملها؟ أكيد رح أعملها. لا لا. ولا قلي خليني أتدرب شوي قبل ما أنفضح. لا خلاص أهان يلا. أنت واحد غبي، بلش من أي مكان تاني. ريا أجت. هي كتير دقيقة. معناها شغلة عندك. شو الفايدة من الزواج؟ قصدي ليش الالتزام بالمواعيد بهم بالحياة الزوجية؟ ايه بهم كتير كتير. وإذا كانت دقيقة معناتها رح تتزوجوا بالوقت المناسب، وبعدين هن رح يجيبوا أولاد بالوقت المناسب. أمي لهيك لازم نفتح الباب الأول. بولا بولا. ليش هيك عم تنادي بولا؟ روح افتح الباب أنت. يلا 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 روح روح روح. بدي اياكم ترحبوا فيها ترحيب كتير كبير. كارتيك سجلنا اياها فيديو، وهيك كل واحد بيقدر يشوف الفيديو. شي اكيد تتسار لها، لازم تجي لتعرف كيف الكنة لازم تتعامل ببيتها. وايش كي لازم تجي لتعرف انه ما إلها مكان بهالبيت. ايه انت ليش واقف هون؟ روح روح لهنيك. يلا روح. كيف من هون رح يقدر يصور؟ كثير كسلان. أهلا بزوجة أهان عن قريب. انتي شو جابك بهالوقت؟ خالتي مايانك طلب مني انه اجي بكير. انتي بالعادة ما بتسمعي لحدا وبتعملي اللي براسك، وهي المفاجأة يلي شفتيها كانت لحبيبة اهان، ما انا الك. بعتذر. مو مشكلة ستي، على العموم ريا ما بتهتم بالمفاجأة، بس كتير كان ضروري انه تخبروها، لهيك هي ما رح تفهم غلط. المكان يلي واقفة فيه هو بس لريا، ورح يضل كمان.
اشكي بالغلط وقفت مكانك. خطأ مطبعي تاني؟ هي بتكون ريا، وريا هدول الكل. هلا نحن بس اسمنا الكل؟ سكوت. ريا، أنا ست لأهان، وهي عمة أهان، وهاد عمه، وهاد بيكون كارتيك، وهي سونالي بنتنا. شكراً على الفستان مشان ريا. تفضلي تعي. القدير يحميكي. أهان عرف يختار بنت ممتازة، هي مرباية وعلى الموضة كمان. ريا مناسبة كتير إلك وكاملة وما فيها ولا غلطة. بنتي انتي مانك غلط مطبعي، لا هلأ ولا من قبل. والمجنون كارتي هو بس مهووس بإشكي إشكي طول الوقت. إذا كانت ريا برياني فإشكي بس هي عدس بالكاري. بس ما بتعرف ستي إنه العدس بالكاري هو طبقنا الرئيسي. بنتي شو هذا اللي على شعرك؟ مبين كتير حلو. صحيح فستانك جاي على الطريق. أنا عندي مكالمة ضرورية لازم أعملها. ميانك، أنا قلت لك إنه لازم كنت روح للمصممة مشان جرب. إشكي أنت دربتي على العرض اليوم؟ أنا خايف إنه يصير عندك غرور بأنك بتعرفي ترقصي منيح وتتركيني انحرج قدام الكل هون بالحفلة. ميانك حتى بدون ما تسمعني كيف بدك تعرف إذا كنت يلي بدي أقوله مهم ولا لا؟ انت جاي هون لتخانيني؟ شو صاير لك؟ انت جايتك الدوره؟ مرحبا بنات، صار الوقت تستعدوا. منيحة؟ شو صاير؟ أنا منيحة، أنا بس أكلة هم شكل فستاني. فستاني؟ ليش؟ ليش بقى؟ أنت ما بتآمني بموهبتي؟ أنا ما قصدت أقول هيك، أنا بس عم أقول إذا كان هالفستان رح يطلع حلو علي أو لا. ماشي، خلينا نجرب سوا ونشوف. صح؟ صح، مفاجأة. بولا هذا واحد مزعج كتير، هو كل مهمة بيبعتوا عليها ما حدا بيقدر. عطيني اياها عمتي، رح خليها معي. لا لا أنا مو مشكلة، أنا باخدهم. رح خلي أخي يحضر لها قائمة عن شو بيحب. ايه هي كتير حلوة. بتشكرك يا قدير يا قدير. أمي بكفي مزح، مو هيك بتمزح مع أمك؟ يا أمي يا مام لا تحكي ولا نكتة، انت مالك عم بتدور على بنت مشانك. اما هو لقى وحده لحاله وانت بس بتضحك. لا تضحك عليها ابدا، انا بحبها كتير كتير. بتشكرك يا قدير. اهلا وسهلا، اهلا بالست سارلا، اهلا. تعي تعي ريا. هاي هي ريا حبيبة حفيدي. انت حلوة كتير. بالتأكيد حفيدي أهان دائما بنقي أحسن وأحلى شيء،
إن كان ساعة أو سيارة أو حتى بنت. ستي عم تقارنة مع الساعة والسيارة؟ شو فيها؟ ريا عم يحترموها أكتر من بيحترموك هون. ليش؟ ستي مع مين قارنتني؟ ها؟ تعرف شو؟ لسه رح يجي يوم وتقول حفيدي كارتيك هو كتير حلو ولطيف ولساته صغنطوط صغير ومبين مثل هدول المخدات الصغار الريش الحلوين، هيك طالع حلو وظريف وصغير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.